أول سؤال يقول فيه: هناك شخص في أول عمره كان قليل الصلاة والصيام، والآن هو معتدل ونادم على ما فات، مع العلم أنه لا يعلم عدد السنين التي لم يصمها، ما الحكم وبماذا تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الصلاة والصيام ركنان من أركان الإسلام، الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ويجب على المسلم أداء أركان الإسلام الخمسة والقيام بغيرها من الواجبات وتجنب المحرمات والمعاصي والسيئات والإكثار من الطاعات النوافل بعد الفرائض. هذا هو المطلوب من المسلم، وهو ذخره الذي يجده عند الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن حصل منه تفريط في صلاته أو في صيامه فإنه يجب عليه التوبة، لأن ترك الصلاة متعمدا ردة عن الإسلام، وترك الصيام كذلك هو نقص في دين المسلم، نقص في إسلامه. فعلى هذا السائل التوبة إلى الله جل وعلا، توبة الصحيحة والمحافظة على أمور دينه ولا سيما هذه الأركان، وعليه قضاء الصيام الذي تركه. إن كان في تلك الفترة التي ترك فيها الصيام يصلي فإنه يقضي الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان لا يعرف قدر الأيام التي أفطرها فإنه يقدرها ويجتهد في تقديرها ويحتاط. وأما إن كان لا يصلي في الفترة التي ترك فيها الصيام فإنه يكون غير مسلم في تلك الفترة، فيجب عليه التوبة إلى الله والدخول في الإسلام من جديد والتزام الصيام والصلاة وأركان الإسلام في مستقبل حياته، والتوبة تجب ما قبلها، لأنه حتى لو صام في تلك الفترة وهو لا يصلي فإن صيامه غير صحيح، لأن الصيام وسائر الطاعات لا تصح إلا مع الالتزام بالشهادتين والصلاة حتى يكون المرء مسلما تصح منه العبادات. أما إن كان عنده خلل في عقيدته لارتكاب الشرك الأكبر أو كان تاركا للصلاة فإنه لا يعتبر مسلم إلا من حين يتوب إلى الله توبة صحيحة ويعلن إسلامه من جديد، فإن التوبة تجب ما قبلها.